ولم يكن العلماء يقتصرون على إعداد الطالب في هذا الجانب، وإنما كانت عندهم مثل الكلمة المتوارثة، قالها الشيخ صالح بن علي الحارثي رحمه الله للإمام السالم، قالها أولا الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي للشيخ صالح بن علي: تعلم الأخلاق والأدب قبل أن تتعلم العلم. ثم قالها الشيخ صالح بن علي لتلميذه نور الدين السالمي: تعلم الأخلاق والأدب قبل أن تتعلم العلم. ثم قالها الإمام نور الدين السالمي لتلاميذه: تعلموا الأخلاق والأدب قبل أن تتعلموا العلم. ولذلك كان هناك تكوين شامل متكامل لرجل تعتمل في نفسه العقيدة، كما قال أبو حمزة الشاعر رضي الله تعالى عنه: تعيرونني بأصحابي أنهم شباب، نعم شباب والله مبتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، بطيئة إلى الباطل أرجلهم، لقد أطلع أنضاء عبادة وأطلاح سهر، لقد نظر الله إليهم في جوف الليل منثنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم في أذنيه، حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قد انتضيت وأرعدت الكتيبة بصماعق الموت وأبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة مستنجزين لوعد الله، فمضى الشاب هنالك قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، فكم من خد عتيق فلق بعمد الحديد، وكم من يد أبين معصمها عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده في جوف الليل، ثم بكى وانتحب إن جن ليل صفف الأقدام، ودمعه في خده انسجاما، يتلو كتاب ربه ترتيلا مبتلا لنفسه تبتيلا، تراهم في ضمير الليل صيرهم مثل الخيالات تسبيح وقرآن. هؤلاء هم الرجال الذين يحملون العلم، عندهم نحو، عندهم بلاغة، وعندهم فقه، وعندهم نحو ذلك، ولكنهم كذلك هم رجال مكتمل الشخصية. كيف يمكن أن تقوم العملية الإصلاحية إذا لم يوجد أمثال هؤلاء الرجال؟